بعد ما رمضان انتهى ومعاه خلصت حلقات معظم المسلسلات، فكان لازم نعمل قراءة فنية نقدية للنهايات المأساوية لعدد من المسلسلات، واللي كان منها كلبش أبو عمر المصري ورحيم، وده كله مع الناقد طارق الشناوي. أنا كنت أتمنى إنه النهايات ما تبقاش بالدموية دي، ولكن من الملاحظ إن الواقع اللي بنعيشه هو واقع دموي. أنت يا فخر هتفضل تتضرب على جفاك. أبو عمر المصري بيلعب بفكرة البطل الظروف أجبرته أن يحمل السلاح، دخل في المعترك وحمل السلاح مهما كانت مبرراته، لكن كان في دماء وكان في انتقام، فنهايته هي نهاية مرحلة وتطلع لأمل قادم كلنا بنحلم بيه. ضايع دخل الصعيد مفهوم فيه لمحة عصرية، كان فيه دماء كتيرة أيضا في المسلسل، حتى دماء نسائية، وده ما كانش بيحصل دايما في المسلسلات، دايما المرأة بتبقى خارج الثأر، لكن أصبحت جزءا من الثأر. موجة موجة مش هتموتي، موجة قرر الرئيس تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. رحيم كان حريص على أن يصل دايما لذروة المشاهد والذروة الدموية، وبالتالي مفيش بعد القتل ذروة، فوصل لها. عالم خفية برغم الإنكار اللي احنا كلنا شفناه من عادل إمام ومن فريق العمل انه مريم رياض هي سعاد حسني، الا انه النهاية كانت واضحة جدا، ولا يمكن سوى ان تصبح مريم رياض هي سعاد حسني بالاتهامات اللي هي انا من وجهة نظري لعب فيها الخيال القسط الوافر، فكرة تورط المخابرات في قتل سعاد حسني. حازم كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش